السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم اللغة الألمانية. إحنا النهاردة في الحلقة الثالثة والأخيرة من حلقة تصريف الفعل في اللغة الألمانية. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها عن تصريف الأفعال وتعلمنا إزاي نصرف الفعل. قلنا إن اللغة الألمانية أي فعل فيها بينتهي زي ما أنتم شايفين بإن أو إن. هنا الفعل اسمه هايسن، يسمى أو يدعى، بينتهي بإن. قلنا إن إحنا بنشيل الإن وبنصرف الأفعال مع إيش، بتاخد إيه يبقى ايش هايس، مع الدو بتاخد اس تي، بس هنا في تريك هقول لكم عليه دلوقتي، مع الاير وزي واس بتاخد تي، مع الفير بتاخد اي ان تبقى هايسن، مع الاير بتاخد تي بتبقى هايست، مع زي وزي بتاخد ان تبقى هايسن. اوكي، هنا طبعا الفعل، اصل الفعل اللي هو اسمه شتم، شتم اصل الفعل من تيب استت، استت. طيب هل دلوقتي تعالى نحاول ننطق دو هايست، دو هايست هايست، مش هتنفع. فعشان كده الالمان قالوا ايه؟ قالوا بنشيل لو انتهى اصل الفعل باس او اس تيت او تيت او اكس، بحذف الاس، بحط تي بس، وده منطقي طبعا لان في اس اوريدي موجوده، صح؟ يبقى هتبقى ايه؟ دو هايست اير وزي واس او كمان هايست، تمام؟ يبقى اذا انتهى اصل الفعل باس او اس تيت او تيت او اكس، مع عند تصريف الفعل مع الدو بحذف الاس وبكتفي بالتي بس، تمام؟ فاهمين لحد دلوقتي؟ زي عندي فيرب هاسن، هاسن يعني هيت يعني يكره، جروسن يعني يحيي، ها تو جريت سمون، ميكسن يخلط، ماشي، تانسن يعني تو دانس يرقص. لو شلت الاي ان هنا في كل دول هتلاقي اصلها اكس او تيت او اس او اس تيت. لو سمحت صرف الافعال دي، انا مش هحطها هنا كده صوره، هتصرفها زي ما صرفت هايسن، تمام؟ طيب نيجي دلوقتي على بعض التمارين. احنا دلوقتي خلصنا خلاص التصريفات، هنشوف بقى بعض التمارين زي نضرب عليها. ايش ان دير شيلر شتراسه فونن، الفعل هنا اسمه فونن يعني يسكن، ها تو ليف. ايش ان دير شيلر شتراسه، شارع شيلر شتراسه. طب فونن هنا هصرفها ازاي؟ ايش احنا قلنا الفعل ها بيحذف الاي ان، صح؟ طيب فون ايش بتاخد ايه؟ اي، برافو، سامع واحد بيقول صح، يبقى ايش فون ان در شيلر شتراسه، تمام؟ طيب دو بيتر، والفعل هنا اسمه ايه؟ هايسن، يسمى او يدعى، يعني انت اسمك بيتر. طب هصرفها ازاي دي؟ ان وانزل هايس. طب هنزل اس تي؟ لا يا استاذ، انت قلت اما تنتهي اصل الفعل باس تيت بحط تي بس وبستغنى عن التي. دو هايست بيتر. طيب فير، نحن اوس دير تركاي، من تركيا. فير اوس دير تركاي. طب فير قلنا بتاخد ايه؟ اي ان، يعني زيها زي ايه؟ اصل الفعل، يبقى بنزله زي ما هو. كومن يعني ياتي، وي ار كومينج فروم تركي، ها؟ فير كومن. Wir kommen aus der Türkei. Lisa und Max. Lisa und Max أنا بتكلم عن اثنين غائبين، يعني بتكلم عن زي اللي هي they، هم، زي هنا بتاخد ايه؟ an، يبقى الفعل هيجي ايه؟ Lisa und Max studieren، يا جماعة اللي عايزين تدرسوا طب، طب من بقك، ها؟ طب يعني ميديتين، وstudieren يعني يدرس، يبقى هتبقى ايه؟ studieren. studieren Medizin. Lisa und Max studieren Medizin. الفعل هنا اسمه trinken وكولا. اشيل ال an وبشوف ال air بتاخد ايه؟ t، يبقى air trinkt كولا، تمام؟ طيب nach Deutschland الى المانيا. nach Deutschland fliegen. fliegen يعني يطير او يسافر بالطائره. يبقى ايه؟ اير بتاخد ايه بعد ما بحذف الاي ان؟ تي، يبقى احذف الاي ان واحط ايه؟ تي، يبقى اير فليكت، تمام لحد دلوقتي؟ فاهمين؟ طيب دو ريدن تو فيل، تو فيل يعني تو ماتش، وريدن يعني يحكي، انت بتحكي كتير، انت بتحكي كتير، يبقى ايه؟ ري. سامع واحد بيقول لا يا استاذ، انت قلت اي فعل بينتهي بالدي او تي باجي اما بصرفه مع الدو بحط ايه عشان اسهل النطق؟ بحط ايه، برافو عليكم، يبقى دو ريدست،
Du redest zu viel. أنت بتحكي كتير يا أخي. ماشي؟ طيب. Saskia. Das Fenster. Saskia اسم واحدة بنت. اللي هي تبقى هنا إيه؟ زي. بالفعل بياخد تي بعد ما بحذف الإضافة اللي هي إن. يبقى Saskia. ماشي مالها بقى؟ ها؟ Saskia. أوف. سامع واحد بيقول لي لا يا استاذ انت قلت لما يكون ان الاصبع بتعمل وباجي بصرفه مع الاير ويز زي او دو بحط ايه؟ راجع الحلقه اللي فاتت صح؟ يبقى زاسكيا اوفنت تفتح الشباك داس فينستا. زاسكيا اوفنت داس فينستا. فاروم دو نيشت نوت دو يعني انت وفاروم يعني لماذا؟ وانتفورد لماذا لا تجيب؟ لماذا لا تجيب؟ يبقى انت فورتن هشيل الاي ان واحاول اصرفها انت فور الدو بتاخد ايه؟ اس تي انت فور اصل فعل انتهى بتي فبحط ايه؟ اي كمان صح؟ فارو انت فورتس تو نيشت تمام؟ طب عندك هنا فان يعني متى دير كورس اللي هو الكورس او الدوره بيجنن يبداوا يبداوا يبقى فان بحسب الاي ان their course هنا اللي هو ايه؟ زي ده their course يبقى van beginnt van beginnt van beginnt their course. طيب ايش؟ انا einen Brief يعني letter خطاب او جواب schreiben بحذف ال an وانزل ايه؟ a يبقى ايش ايه؟ ايش schreibe صح؟ تمام؟ شفتم ما طبقت القاعدة بقت سهلة ازاي؟ زي ما قلت لك كده الألماني مش عايز منك في الجرامر حكي كتير وخوض في النظرية، لا اتعلم النظرية ببساطة وحل كتير. طبعا تمارين الحل كتير في ملزمة أنا عاملها يعني مش عاملها أنا بنفسي، أنا مجمع حاجات من كتب عدة تمارين كتير، الملزمة دي إن شاء الله هرفعها على النت على الفيسبوك على موقع اسمه الألماني للجميع أو جيرمان فور فري. هنزلها ان شاء الله واحط لكم عند اليوتيوب احط لكم اللينك بحيث ان حضرتك تقدر تشوف الحلقه وعلى طول مباشره تنزل الملزمه هتبقى بي دي اف وتبدا تحل. الالماني يا جماعه عايز حل كتير وتطبيق كتير عشان تقدر ايه تتقدم فيه. اتمنى تكون النهارده استفدت والحلقه عجبتك واشوفكم المره الجايه ان شاء الله، وان شاء الله المره الجايه عندنا الاعداد ديت سالن في اللغه الالمانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.